بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
في هذه الآيات الكريمات يبين الله سبحانه وتعالى ما يبغضه وما يكرهه وما يحبه من الأعمال والأقوال، لأنه سبحانه يحب الأعمال الصالحة ويحب الصالحين والمتقين، ويبغض ويكره الأعمال السيئة، ويبغض الكفار والمنافقين. فهو سبحانه يحب ويبغض، وهذا من صفاته، ولكنه كسائر صفاته ليس كحب المخلوق ولا كغضب المخلوق، بل هو يليق بجلاله سبحانه كسائر صفاته. قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فهو لا يحب الجهر بالكلام القبيح من سباب وشتم ودعاء على غير المستحقين، هذا لا يحبه الله لأنه سوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من وقع عليه ظلم ودعا على من ظلمه فلا بأس بذلك، دعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فللمظلوم أن يدعو على ظالمه، فدعوته مستجابة، لأن هذا ليس من السوء، وإنما هو من دفع الظلم واستيفاء الحق، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا بأس أن المظلوم يشتكي من ظلمه عند الحاكم ويقول: فلان أكل مالي، فلان ظلمني، فلان أساء إلي، من أجل أن الحاكم ينصفه من خصمه. يشتكي لا بأس، ويذكر عدوان المعتدي وظلم الظالم، يذكر ذلك لأنه لا يتوصل لحقه إلا بذلك، وهذا ليس من السوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان يكره الجهر بالسوء من القول فإنه يحب الجهر بالحق، يحب الجهر بالحق من الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر الله سبحانه، التسبيح والتهليل والتكبير. الله يحب الجهر بالقول الحق،
هذا من صفاته سبحانه. وكان الله عليما حكيما، كان الله سميعا عليما، سميعا لما يقوله الناس من خير أو شر، يسمع أقوال الناس الطيبة ويسمع أقوال الناس السيئة ويجازي عليها، ويعلم سبحانه عليما يعني يعلم أحوال الناس، يعلم الظالمين المعتدين، ويعلم المنصفين القائمين بالعدل بين الناس، فيجازي كلا بعمله، يجازي كلا بعمله. فالظلمة لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، والصالحون لا يخفون على الله سبحانه وتعالى. كان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا تظهروه، وهذا عكس الجهر بالسوء. إن تبدوا خيرا من القول أو من العمل تظهروه أو تخفوه ولم تبدوه يستوي عند الله سبحانه وتعالى ما يبدى وما يخفى، ويجازي على ذلك سبحانه وتعالى. فبهذا وجوب الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل، وأن لا يستغل القوي قوته على الضعفاء، ولا يستغل القادر قدرته على العاجزين، فإن الله سبحانه رقيب عليه. وإن ضعف صاحب الحق عن أخذ حقه فإن له نصيرا وهو الله سبحانه وتعالى، ينصره ويأخذ بحقه. تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، من أساء إليكم وعفوتم عنه، من أساء إليكم فأخذتم حقكم منه، هذا عدل لا بأس، وإن عفوتم فهذا أفضل وأحب إلى الله عز وجل. فالمظلوم له أن يأخذ حقه من الظالم بواسطة السلطة وبواسطة المحاكمة العادلة، له ذلك. وإن عفا فهذا أفضل له عند الله، ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، ما عفا رجل، هذا حديث، ما عفا رجل عن ما نقص مال لصدقة، وما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة.
جزاء من الله سبحانه وتعالى، فهذا ترغيب في العفو. أو تعفو عن سوء، فإن الله سبحانه كان عفوا قديرا، الله قادر أنه ينتقم من العصاة الذين عصوه، قادر على أن ينتقم منهم، ولكنه سبحانه يعفو، يعفو ويغفر ما دون الشرك لعباده المذنبين فيما بينهم وبين الله، فيعفو عن حقه سبحانه وتعالى، لا عن عجز ولكن عن قدرة. فإن الله كان عفوا مع قدرته سبحانه وتعالى، عفوا قديرا. فأنتم إذا قدرتم على أخذ مظالمكم من الناس فالأفضل أن تعفو عنهم، كما أن الله سبحانه يعفو عن من عصاه فيما دون الشرك، يعفو عنه مع أنه قادر على أن ينتقم منه. فاقتدوا بهذه الصفة من صفات الله، وهي العفو عند المقدرة. أما الذي لا يعفو إلا إذا عجز، هذا ليس عفوا، هذا لا يسمى عفوا، وليس له أجر في ذلك، لأنه ما ترك خصمه إلا لما عجز عن أخذ حقه منه، فهذا ليس عفوا ولا يؤجر عليه، لأنه عفو عن غير مقدرة، كان الله عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، إن الله كان عفوا قديرا. فاقتدوا بصفات ربكم سبحانه وتعالى، واعفوا عند القدرة على أخذ حقكم ممن ظلمه. ثم قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان به وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، كما أجاب به جبريل عليه السلام، كما أجاب به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو الإيمان. ومن جحد شيئا من هذه الأركان إنه يكون كافرا. ومن ذلك من يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اللي ما يوافق هواهم يكفرون به، والذي يوافق هواهم يؤمنون به، فاتخذوا إلههم أهواءهم والعياذ بالله. وهذا ينطبق على اليهود والنصارى، فإن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يؤمنوا بعيسى الذي أرسله الله إليهم، ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة من اليهود والنصارى وغيرهم. النصارى آمنوا بالأنبياء إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به، فهم كافرون بالجميع. من جحد رسالة نبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، حتى بالنبي الذي يزعم أنه مؤمن به، لأن طريقة الأنبياء واحدة لا يفرق بينهم، كلهم رسل الله، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. فمن جحد نبوة نبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء. ولهذا قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيا واحدا، جعلهم الله مكذبين لكل المرسلين. فلا بد من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. فعباد الأصنام، عباد الأصنام والمشركون أنكروا جميع الأنبياء وجميع المرسلين. عباد الأصنام والمشركون من العرب وغيرهم أنكروا جميع الأنبياء ولم يؤمنوا بنبي، وأنكروا جميع الكتب لم يؤمنوا بكتاب، والمسلمون آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع الكتب وبكل أركان الإيمان. أما اليهود والنصارى فإنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهم يكونون مثل عبدة الأصنام لما كفروا ببعض الأنبياء، ولو واحدا من الأنبياء صاروا كافرين بالجميع، ولم ينفعهم إيمانهم بمن آمنوا به. الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يزعمون أنهم مهتدون وأنهم
أولئك هم الكافرون حقا. الكفر الذي لا شك فيه, لا شك في كفرهم, اسأل الله العافية. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا, عذابا في النار مهينا, مقابل استكبارهم على الأنبياء أهانهم الله لما استكبروا وتعاظموا في أنفسهم, أهانهم الله بالعذاب والعياذ بالله. وأما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وعد من الله سبحانه وتعالى لمن آمن بالأنبياء كلهم لأن الله يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, وكان الله غفورا رحيما, كان الله غفورا رحيما. عنده زيادة يزيدهم من فضله لما آمنوا بالله وبرسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. ثم ذكر معائب أهل الكتاب من اليهود والنصارى, ذكر جملة من معائبهم, معائب اليهود والنصارى, فقال سبحانه وتعالى, نعم, يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ما هو بكافيهم القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله بواسطة جبريل عليه السلام, ما هو بكافيهم, يقولون لا, نبيك تجاب كتاب كتبه الله يقول إلى فلان بن فلان, كل واحد يسميه باسمه, يرسل الله رسالة يكتبها إلى كل واحد, إني أرسلت إليك فلانا فاطع. أسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء, كما أن الله أنزل التوراة مكتوبة إلى موسى عليه السلام. هم يريدون أن القرآن يكون كذا, يعني يحجرون على الله سبحانه, يحكمون على الله سبحانه, والله يفعل ما يشاء, يرسل كتابا من السماء ويرسل وحيا من السماء, هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لا تحجرون على الله سبحانه وتعالى حسب, لكن هذا من باب التعنت, وإلا فهم يعلمون أن محمدا رسول الله, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم ما كفروا بمحمد لأنهم يجهلون أنه رسول الله, ولكنهم استكبروا في أنفسهم وعاندوا والعياذ بالله. سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء, كما أن المشركين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني طريقة الكفار واحدة, لا تنزل علينا كتابا نقرأه, الله يكتب لكل واحد إني أرسلت لك فلان وأني
هذا من الكبر والعياذ بالله، ومن الكفر والتحدي لله عز وجل. اليهود والنصارى لم يقتصروا على هذا، لقد سألوا موسى نبيهم، سألوه أكبر من ذلك، أكبر من أن يطلبوا كتابا من السماء. قالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، ما نؤمن حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نسأل الله العافية. يعني يكذبون جميع الأنبياء والمرسلين، يكذبونهم ولا يؤمنون إلا إذا رأوا الله جهرة. هذا من باب الكفر العظيم والعياذ بالله. لقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أكبر من طلب إنزال الكتاب المكتوب. قالوا أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نسأل الله العافية. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أخذتهم الصاعقة، أهلكتهم، قطعت قلوبهم وهم ينظرون. ثم أحياهم الله بعد ذلك، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. إذن سؤالهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء أقل من سؤالهم لموسى أن يريهم الله جهرة. فلا تحزن عليهم أيها الرسول، هذه طبيعتهم الخبيثة. سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، صاح بهم الملك صيحة واحدة فهلكوا جميعا، هلكوا جميعا. ثم قال موسى يا رب إن رجعت إلى قومي وقد هلكوا، قالوا أنت قتلتهم، أنت أهلكتهم. فأحياهم الله جل وعلا، أحياهم بعدما ماتوا. وهذا من الشواهد على قدرة الله على إحياء الموتى، شيء شاهدوه في الدنيا، شاهدوا إحياء الله للموتى في الدنيا. أخذتهم الصاعقة بظلم، فعفونا عن ذلك. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. هذه طامة أخرى، هذه طامة أخرى. أولا سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد سألوا موسى قبل ذلك أن يريهم الله جهرة. الثالثة اتخذوا العجل إلها، اتخذوه إلها وعبدوه. وقصة ذلك أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه على الموعد الذي وعده الله إياه ليعطيه التوراة، وعدنا موسى 40 وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لما ذهب إلى موعد الله كان فيهم شقي يقال له السامري، يقال له السامري، وكانوا في التيه، خرجوا مع موسى
وأبوا يدخل أن يدخلوا بيت المقدس، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. الله حرم عليهم دخول بيت المقدس 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض، حرمهم حتى هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر فقادهم يوشع بن نون عليه السلام فتى موسى ففتح بيت المقدس ودخلوا في بيت المقدس. لكن الجيل الذي تعنت هذا أهلكهم الله في التيه. كان من بينهم رجل يقال له السامري، وكان بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر، لما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام، كانوا مستعيرين لحلي من بني من آل فرعون، كانت نساؤهم مستعيرة لحلي من الذهب من آل فرعون. آل فرعون أهلكهم الله وأغرقهم، بقي الذهب عند بني إسرائيل اللي استعاروا بقي عندهم. وموسى عليه السلام ذهب إلى ربه لموعد الله سبحانه وتعالى، فتضايقوا من هذا الذهب ماذا يصنعون به، أهله هلكوا ماذا يصنعون به. فجاء هذا الخبيث السامري فعرضه على النار وأذابه وصنع منه تمثالا على صورة العجل، تمثال من الذهب على صورة العجل وهو مجوف، يدخل الهواء من ناحية ويخرج من الناحية الأخرى فيكون له خوار كخوار الثور. قالوا هذا عجل حي، هذا له خوار، فأمرهم بعبادته. قالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى عليه السلام وذهب يطلب ربه، وهذا هو، هذا عندنا. فهم خطأوا موسى عليه السلام، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، نسي موسى عليه السلام، راح يبحث عن الله وهو عندنا موجود. فعبدوا العجل في غياب موسى عليه السلام. هارون عليه السلام استخلفه موسى عليهم، لكنهم عصوا هارون، قد نهاهم وحذرهم، نهاهم عن ذلك وحذرهم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فتعنتوا على هارون عليه السلام، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين يعبدونه حتى يرجع إلينا موسى. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ الرب يكلم ويأمر وينهى، هذا ما يكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين والعياذ بالله. فلما رجع موسى عليه السلام غضب غضبا شديدا، وأراد أن يبطش بأخيه هارون لما رأى المنكر العظيم. ألقى الألواح، ألواح التوراة التي معها، ألقاها من الغضب حتى تكسر بعضها من الغضب، من شدة الغضب لله عز وجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء
ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم إن موسى عليه السلام سأل السامري قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبلتها، يعني لما صور العجل أخذ قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام وقذفها في ذهب هذا، وقال هذا إلهكم وإله موسى، قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يبتليه الله بمرض ما أحد يبرغه من شدة المرض والعياذ، وإن لك موعدا لن تخلفه عند الله سبحانه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه قصة العجل، هذه قصة العجل، لكنهم تابوا، أتاب الله عليهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فمن توبتهم أنهم يتقاتلون بينهم ويقتل بعضهم بعضا مما حصل منهم، اقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا ذلكم خير لكم عند بارئكم عند الله سبحانه فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه قصة العجل، اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، عفى الله عنهم وتاب عليهم لما تابوا، وآتينا موسى سلطانا مبينا، سلطانا مبين حجة، آتى الله موسى حجة بينة على رسالته وما جاء به عليه الصلاة والسلام. ورفعنا فوقهم الطور، مما ابتلاهم الله به لما أبوا أن يمتثلوا أمر الله. الله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا الباب، يعني باب بيت المقدس مع يوشع عليه السلام، أن يدخلوا الباب سجدا تائبين لله عز وجل، فأبوا أن يسجدوا ودخلوا يزحفون على أستاههم فغيروا أمر الله لهم عز وجل، الباب سجدا، وقلنا لهم لا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا فلم يدخلوا سجدا وإنما دخلوا يزحفون من الكبر والعياذ بالله. قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يوم السبت اتخذه اليهود عيدا لهم يتفرغون فيه للعبادة، كما أن النصارى اتخذوا يوم الأحد يوما يتفرغون فيه للعبادة، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة، اختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة، كل أمة لها يوم تتفرغ فيه للعبادة، اختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد، المسلمون الله هو الذي اختار لهم يوم الجمعة. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، كيف اعتدوا في السبت؟
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يوم السبت حرم الله عليهم صيد الحيتان، يوم السبت حرم الله عليهم صيد الحيتان، امتحان من الله لهم. ثم سلط الحيتان صارت تأتي يوم السبت بكثرة، فطمعوا فيها لما رأوا كثرتها، لكنهم ممنوعين شرعا من صيدها. ماذا فعلوا؟ حفروا حفر ووضعوا فيها الشباك، فإذا جاءت الحيتان وقعت في الحفر وصادتها الشباك، ما يجونا يوم السبت، خلوه صار يوم الأحد، جو خذوها من الحفر. فتحيلوا على أمر الله سبحانه وتعالى. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا اعتداؤهم يوم السبت، حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، ولكنهم طمعوا فيها لما رأوا كثرتها فاحتالوا على صيدها. ولا يجوز الاحتيال على شرع الله سبحانه وتعالى، ما يجوز الاحتيال على أمر الله عز وجل. فالله عاقبهم ومسخهم قردة، مسخهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالذين اعتدوا يوم السبت مسخهم الله، كما احتالوا على أمر الله مسخهم الله قردة بعد أن كانوا آدميين والعياذ بالله. كونوا قردة خاسئين. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ولكنهم عدوا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خانوا العهد والعياذ بالله، وخانوا الميثاق، لأن طبيعتهم خبيثة، طبيعة اليهود خبيثة من الأصل، لا يمنعهم شيء مما يريدونه، ودينهم هواهم والعياذ بالله. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ولكنهم خانوا الميثاق والعياذ بالله، واعتدوا في السبت وصادوا الحيتان بالحيلة. يقول الله احنا ما صدناها، اللي صادتها الحفر والشباك مسكتها، أنتم اللي حفرتم الحفر وأنتم الذي وضعتم الشباك، أنتم صدتوها يوم السبت. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم يعني بسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذه الله عليهم أن لا يعدوا في السبت، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا يحيى ابنه عليهم السلام، وهموا بقتل عيسى عليه السلام ولكن الله نجاه منهم، فهم يقتلون الأنبياء، قتلهم الأنبياء بغير حق. وقولهم قلوبنا غلف، إذا قيل لهم لما لا تقبلون الحق قالوا إن نغلف قلوبنا ما يصل شيء، قلوبنا غلف، هذا ما هو بعذر، قلوبكم غلف بسبب ظلمكم لما تكبرتم عن أوامر الله، ختم الله على قلوبكم وغلفها. قولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها، شوف ما هي بغلف من الأصل، لا
لكن الله طبع عليها بظلمه بسبب ظلمه، طبع الله عليها بكفرها فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم كفر اليهود، وهذه جريمة أخرى، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا إن مريم زنت والعياذ بالله فولدت عيسى من الزنا، يقولون عيسى ولد بغي. هذه عقيدة اليهود في نبي الله عيسى عليه السلام، يقولون إنه ولد بغي. قولهم على مريم بهتانا، والبهتان هو أشد الكذب، فهم كذبوا على مريم عليه السلام الصديقة، مريم الصديقة وأمه صديقة، يعني مريم عليه السلام كذبوا عليها، كما يكذب الشيعة الآن على عائشة ويرمونها بالزنا والعياذ بالله، لأنهم أفراخ اليهود، لأن الشيعة أفراخ اليهود. شو هو التشابه بينهم؟ تشابه واضح بينهم، قولهم على مريم بهتانا عظيما، وأشد من ذلك وقولهم إنا قتلنا المسيح، يفتخرون بهذا، إنا قتلنا المسيح، قالوا على أمه بهتانا عظيما، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هم ما قالوا رسول الله، الله هو الذي قال رسول الله، ليبين تجرؤهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. وقصة هذا أنهم فعلا أهموا بقتل عيسى عليه السلام، وحرضوا عليه ملكا يعبد الكواكب، ملك دمشق، وكان وثنيا، وقالوا إن هذا الرجل يعنون عيسى سيفسد ملكك، سيفسد عليك ملكك إن تركته، فأرسل هذا الملك إلى مندوبه على بيت المقدس، أرسل على فلسطين، أرسل إليه يأمره بقتل عيسى لئلا يفسد عليه ملكه، بتدبير من اليهود، فجاءوا يريدون قتل عيسى عليه السلام وهو بين أتباعه الحواريين، ما معه إلا أتباعه الحواريون أتباع عيسى عليه السلام، جاءوا يريدون قتله، ووصلوا إلى المكان الذي فيه عيسى وأتباعه، ما بقي إلا ينفذون القتل، ولكن الله سبحانه مع عيسى، الله مع عيسى، فقال عيسى عليه السلام لأحد أتباعه: أتقبل أن يلقى عليك شبهي ويقتلونك أتكون معي في الجنة؟ قال نعم، فتى من بني إسرائيل من الحواريين، فألقى الله شبهه شبه عيسى على ذلك الفتى، فقتلوه يظنون أنه عيسى، وصلبوه على الخشب، وجعلوا على رأسه الشوك، على رجليه وصلبوه، هذا هو الصليب عند النصارى، فصلبوه يظنون أنه عيسى. قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه، يعني عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم،
ألقى الله شبه عيسى على ذلك الرجل الذي قدم نفسه لله عز وجل وصبر على القتل والصلب والتعذيب، ولكن شبه له. فهذه قصة أنهم يريدون قتل عيسى. عيسى عليه السلام لما جاءوا طوقوا المكان قال الله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فألقى الله عليه النوم، وفاة النوم، ما قبضت روحه فارقت جسده، بل ألقى عليه النوم، والنوم وفاة، وفاة صغرى. إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون بذلك، ونجاه الله عز وجل من عدوه. وألقى الشبه على هذا الشاب فقتلوه وصلبوه يظنونه عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. هم اقتلوا هذا الرجل لكن ما جزموا أنه عيسى، اقتلوا الرجل الذي عليه الشبه لكن ما جزموا أنه عيسى، فهم في شك منه. فالله جل وعلا رفع عيسى من بينهم، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. هذه قصة القتل والصلب، وهذه نهاية عيسى عليه السلام معهم، أن الله رفعه من بينهم وهم لا يشعرون، ونجاه الله منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بقي تكمل الآية: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. سينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقود المسلمين، ويقتل الدجال، يقتل الدجال، ويحكم المسلمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويغلق الله عليهم الخيرات والبركات بسبب وجود عيسى عليه السلام من بينهم. ثم يكسر الصليب، بعد نزوله يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى إلا دين الإسلام. يؤمن اليهود والنصارى بمحمد عيسى عليه السلام قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام يؤمنون به جميعا، ويتوحد الدين على دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل من نصيحة
للشباب ومنهم طلاب العلم الذين يتابعون مباريات كأس العالم في ثلث الليل، وفي شهر رمضان ستكون المباريات في أوقات صلاة العشاء والتراويح. الواجب على المسلمين أن يتركوا اللهو واللعب وأن يقبلوا على عبادة الله عز وجل، ولا يضيعوا أوقاتهم لمتابعة المباريات أو غيرها من اللهو واللعب، خصوصا في شهر رمضان المبارك. الواجب على المسلمين عموما وعلى الشباب خصوصا، لأن بعضهم مغرم بالمباريات ومشاهدة المباريات وهذه ما فيها فائدة، بل فيها مضر، فيها ضياع للوقت. كيف الإنسان يضيع وقته الثمين ويضيع الموسم العظيم وهو رمضان في متابعة المباريات؟ هذه خسارة عظيمة لا تعوض. عليهم أن يتركوا هذا وأن يقبلوا على عبادة الله، لا سيما في شهر رمضان، يستغلوا أوقاته الشريفة في طاعة الله وفي قيام الليل والتهجد، هذا الذي أمروا به وهو الذي يبقى لهم ويجدونه مدخرا عند الله عز وجل. نعم. يقول: أنا مقصر لحيتي ولست حالقها وأقصرها على ممسك رؤوس الأصابع، فقال لي والدي لا تقابلني حتى تعفي لحيتك. ها؟ يقول: أنا مقصر لحيتي ولا أحلقها وذلك على ممسك رؤوس الأصابع، فقال لي والدي لا تقابلني حتى تعفي لحيتك. تعفي لحيتك. نعم. وسمح لي بسلام السنة أن أسلم عليه من بعيد، فبماذا تنصحني يا سماحة الشيخ، وما هو الصحيح في أمر اللحية؟ ما هو الصحيح؟ الحق في اللحية أن تعفى وأن تترك ولا يتعرض لها، لا بقص ولا بنتح ولا بحلق لا غير ذلك، بل تعفى. قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى، كل هذه أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالدك معه الحق في هذا، معه الحق في هذا، أن تترك لحيتك جمالا لك وزينة لك، وهي عضو من أعضائك، كيف تعاديها؟ كيف تعاديها؟ إلا أن الشيطان يزين لك هذا، وجلساء السوء والتقليد الأعمى هو الذي حملك على هذا، فعليك أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى رشدك وأن تقبل نصيحة والدك. نعم. يقول: مسافر يريد أن يصلي العشاء خلف إمام مقيم يصلي المغرب، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ لا لا، اللي يصلي وراء المقيم عليه الإتمام ولا يقصر الصلاة، هذا هو السنة التي عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لا يجوز للإنسان يقصر خلف من يتم الصلاة أو يقصر خلف إمام مقيم، لا يجوز له هذا. نعم. يقول: ما حكم الذهب المحلق لزينة النساء وهل فيه الزكاة؟ الذهب يباح للنساء لبسه محلقا وغير محلق. اللي يقول المحلق ما يجوز ما عنده دليل، الصحابيات يلبسنا الأساور ويلبسنا الحلي محلقا وغير محلق، والزكاة الصحيح أنها لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، صحيح ولا عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه.
ما دام أنه يعد للاستعمال والتزين به. نعم.